بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله بكلماته ويقطع دابره.
يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
هو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر
أساطير الأولين.
فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلم تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى فالذين كفروا الملائكة يضربون
يقربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم
الآن خفف الله عنهم
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.